ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنكمل شرح اختبار قدرات الفنون التطبيقيه. اللي ما يعرفنيش، انا مهندسه ندى خريجه قسم تصميم صناعي كليه فنون تطبيقيه. شرحنا قبل كده المنظور الهندسي من نقطتين، والنهارده هنشرح المنظور الهندسي من نقطه واحده. اللي ما اتفرجش على الفيديو اللي فات يتفرج عليه، عشان فيه نصايح مهمه جدا لازم نتبعها، وهنستخدم مصطلحات استخدمناها في الفيديو اللي فات وشرحتها بالتفصيل. خدنا المره اللي فاتت خط مستوى النظر وفوق مستوى النظر وتحت مستوى النظر، وكان في حاجه اسمها نقاط الزوال. كانت عندنا المره اللي فاتت نقطتين، المره دي هتبقى نقطه واحده بس. رسمنا خط مستوى النظر وحطينا نقطه الزوال بتاعتنا. المره اللي فاتت كنا بنرسم عمود وبعد كده نزاول النقط. لا، احنا مش هنعمل كده المره دي، هنرسم وجه من اوجه متوازي المستطيلات او المكعب. الزوال دي اللي هي عيني، فانا دلوقتي لو الحاجه قدام عيني بالظبط ومكعب قدام عيني، هشوف منه ايه؟ هشوف وجه واحد بس اللي هو مربع، فانا رسمته مربع. طيب نشوف برضو على حاجه عمليه، لو انا جبت الكراسه دي انا شايفه منها ايه غير وجه واحد بس اللي هو المستطيل؟ لو عايزه ارسم مكعب في الجنب شويه بجنب نقطه الزوال كده، رسمت طبعا الوجه بتاعه الاول المربع. طيب هيبقى شكل عامل ازاي؟ هجيب الكراسه تاني كده ونشوف. انا شايفه كده وجهين، وجه اللي فوق السطح ووجه من الجنب. طيب احنا عارفين ان احنا بنزاول نقاط العمود كلها، طب انا هشوف اللي ناحيه اليمين دول، هما مش هيبانوا لي. احنا شفنا ان احنا هنشوف السطح والجنب اللي ناحيه نقطه الزوال بس، يبقى احنا هنزاول العمود اللي ناحيه نقطه الزوال بس. فانا زاولته وقفلت المربع بتاعي، فبقى المكعب اهو، وجه ده والوجه اللي في الجنب. هنرسم بقى لو المكعب ده فوق مستوى نظري، بس هنخليه ناحيه الشمال المره دي. فهنا هيظهر لي ايه بقى؟ هيظهر لي طبعا الوجه اللي هو المربع اللي احنا بنرسمه كل مره، وبعدين نبتدي نزاول، فهيظهر لي جنب كمان، وهيظهر لي طبعا القاعده. اي حاجه في مستوى نظري بشوف القاعده بتاعتها. طب هنزاول ايه؟ النقاط اللي ناحيه نقطه الزوال اللي انا حددتهم بالظبط. نيجي بقى نقفل الشكل بتاعنا عشان يدينا المكعب. فهنعمل ايه؟ ده عمود، فهيبقى قدامه موازي ليه عمود. طبعا ده تحت افقي، يبقى قدامه موازي ليه افقي. ناخد بالنا الخط بتاعنا ما يملش، يبقى مظبوط. لو المكعب ده فوق مستوى النظر وفي نفس الوقت هو في وشي، يعني انا شايفه في وشي كده بالظبط، هيحصل ايه؟ هيبقى برده قدامي مربع في وشي ظاهر، هنرسمه ومش هيظهر لي بقى الاجناب، لا هيظهر لي القاعده بس. حتى نبص دلوقتي، جيت ازاول الجنب من فوق، هل انا شايفاه؟ لا مش شايفاه، انا مش شايفه غير القاعده تحت، فخلاص مش عايزينها. عايزين نعمل نفس الكلام اللي عملناه فوق مستوى النظر نعمله تحت مستوى النظر بقى. هيظهر لي ايه ده لو تحت مستوى النظر؟ طبعا المربع بتاعنا اللي بيظهر كل مره، ونبتدي نزاول. هنزاول ايه؟ لناحيه نقطه الزوال، ثلاث نقط لناحيه نقطه الزوال، فهنزاولهم. هيبان لي الجنب وهيبان لي السطح، عشان انا بقى شايفه الحاجه من فوق، شايفه سطحها وشايفه جنبها وشايفه الوش بتاعها اللي هو الوجه بتاعي المربع. نفس الكلام لو احنا هنرسم برضو المكعب في وشنا بس تحت مستوى النظر، هيبان لي ايه؟ هيبان لي المربع اللي بيبان، وهيبان لي السطح، فهنعمله برضو. طب انا مش هكمل بقى الاشكال اللي باقيه، حاولوا انتوا تكملوها تتخيلوها من دماغكم وتقولوا لي عملتوا ايه في الكومنتات. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وصلتوا لايه وبتتدربوا ولا لا، وايه اللي ناقصكم لسه. طب لو طلب مني بقى ان انا هرسم اوضه او غرفه معيشه، غرفه المعيشه اللي هي صاله، يعني انا بعمل ايه؟ بفكر ايه العناصر اللي موجوده عندي في الاوضه دي او الاوضه دي. نبتدي نفكر، انا دلوقتي واقفه في نص الاوضه، بشوف ايه؟ بشوف طبعا حيطه قدامي وحيطتين من الجناب والسقف والارضيه. فهنبتدي نرسم الحيطه اللي قدامي. عايزين بقى نحط نقطه الزوال بتاعتي، وناخد بالنا نقطه الزوال دي اللي هي عيني. هنعمل تقاطع لقطرين المستطيل او المربع اللي انا عاملاه، والناتج عنهم ده دي نقطه الزوال بتاعتي. هنمدهم كده لقدام لان دي حدود الحيطه بتاعتي. طبعا الاوضه بيبقى فيها باب، حتى لو دي صاله فده باب الشقه، فهنعمله ازاي؟ الباب بتاعي ما بيبقاش مجسم لجوه، لا هو لو مقفول مثلا بيبقى مجرد مستطيل. فهنعمل عمود ونبتدي نزوله. ناخد بالنا ان ارتفاع العمود هيبقى فوق النقطه، لان النقطه دي عيني، فاكيد الباب مش في عيني، يعني هيبقى فوق النقطه، انا مبقاش شايفه سطح الباب. ناخد بالنا انا عملت العمود منين، عاملاه على خط الارض بالظبط، وهو مش مجسم فمش بارز عن الارض. انا حطيت الباب على اليمين، يبقى احنا نعمل شباك مثلا على الشمال. ما ينفعش الباب والشباك في نفس المكان، لان المفروض الباب ده مدي على طرقه، والشباك برده مش مجسم، الشباك بيبقى مقفول. فهنبتدي برده نرسم عمود، وناخد بالنا العمود برضو يبقى ارتفاعه فوق مستوى نظري، فوق النقطه، ونقفله عادي جدا، ونعمل فيه حليات الشباك عادي. دايما واحنا بنفكر لما بنيجي نرسم نبقى اذكياء في الاختيار، الرسم نسهل على نفسنا عشان الوقت مش في صالحنا، عايزين نخلص بسرعه. عشان كده هرسمه مقفول. هنبتدي بقى نرسم السرير. احنا هنخليه تحت الشباك، هو بيبقى من الجنب عامل ازاي؟ احنا خلينا متفقين اي حاجه مجسمه هيبقى نرسم لها شكل 2D الاول، او وجه من اوجهها، وبعد كده نبدا نزاول. فاحنا هنرسم عادي خطوط افقيه وراسيه، ما فيهاش اي مزاوله لحد دلوقتي. هنعمل جزء السرير من تحت والظهر بتاعه، الظهر بتاعه بيبقى رفيع، ناخد بالنا من الموضوع ده، والسرير دايما ظهره بيبقى لازق في الحيطه. هنزاول ايه؟ هنزاول النقاط اللي ناحيه نقطه الزوال، اللي هي اللي تحت دي واللي فوق ودي ودي. احنا بنزاول تبقى الخطوط خفيفه جدا، وناخد بالنا من احنا الخطوط اللي بنزاولها انهي، وهنمسح طبعا خط الارض ده عشان هيلخبطنا دلوقتي. عايزين نقفل شكل السرير، فناخد بالنا هنقفله ازاي. ده عمود يبقى قدامه عمود، نمشي من تحت لفوق. ده افقي يبقى قدامه افقي، ناخد بالنا انا عملت مثلا المقاس كده. طيب بعد كده عمود وبعد كده افق،
خد بالنا بين انهي خطوط زوال، نبص على خطوط الزوال دي بينها ايه، عمود يبقى قدام عمود، بينها ايه افقي يبقى افق كده. يعني نعمل المرتبه اللي فوق السرير هنزود العمود كده ونعمل خط افقي، وبعدين نزاول بقى الشكل اللي طلع لنا ده اللي هو مستطيل ده. لما نزوله عايزين نقفله بقى هنعمل ايه، برضو من اخر السرير من الناحيه الثانيه ونطلع عمود ونعمل افق، هيدينا بقى المرتبه. هنمسح بقى خطوط السرير الاصليه الثانيه دي عشان مش هنحتاجها، وهنبتدي بقى نرسم مخده. المخده بيبقى سمكها صغير، فاحنا هناخد ارتفاع صغنون كده ونبتدي نعمل مستطيل صغير ونزاول برضو النقاط اللي ناحيه نقطه الزوال. يبقى هنقفل شكل المخده ازاي، هنيجي برضو عند نهايه السرير كده ونبتدي نشوف بقى ده عمود، يبقى بين الخطين دول عمود، بين الخطين دول كان افقي يبقى بينهم افقي، ونمسح الخطوط اللي في النص دي عشان ما تلخبطناش. دي شكل جمالي ان احنا نعملها كانها مدوره شويه، ما تبقاش خطوط مستقيمه حاده قوي. بقى شكل ملايه عادي كانها نازله كده من السرير، عايزين تخلوا الملايه كانها جوه السرير وتعملوها شكل بايدكم مفيش مشكله. انا عملت لها الملايه طالعه من السرير كده ومديها شكل كرانيش من تحت. طيب نرسم خداديه بقى اللي هي بتبقى واقفه على السرير دي، ففي نص السرير كده نقوم عاملين مستطيل صغير ونبتدي نزوله برده، يدينا شكل مربع كده او مستطيل صغنون او يعني متوازي مستطيلات صغنون، ونمسحه كده ونعمله شكل بايدينا برضو جمالي كانه يعني في شكل او حركه. بنرسم بقى الملايه عليها اشكال وحاجات كده، ده حاجات من دماغنا برضو. نبتدي بقى نرسم الكومودينو. الكومودينو ده عباره عن ايه؟ مكعب. طيب هنبتدي نرسم المكعب حدوده ازاي؟ الخط الافقي والعمودي ناخد بالنا انا ما بدخلش جوه خط الارض، يعني ما ادخلش جوه في شمال كده، لا انا بمشي على الخط بالظبط، ولما اجي اقفله اخد بالي ان نهايتي السرير. طبعا الكومودينو بيبقى لازق في السرير، هنا هو كبر مني شويه حسيته ان هو كبير، فانا هعيده دلوقتي همسحه من المربع ده واصغره شويه، مفيش مشكله ان احنا نعمله كده. طبعا الكومودينو بيبقى فيه دراج وكده، فاحنا عايزين نحدد الدراج بتاعتنا، عادي على ارتفاعات كده ناخد نقاط ونزولها فتدينا شكل الادراج، بنعمل بس اكره كده بدوريه بايدينا. نرسم بقى مكتبه، وهنحط في المكتبه دي تلفزيون، وهعملها لكم ان هي مفتوحه عشان تقدروا تستخدموها في حاجه ثانيه. المكتبه برده ناخد بالنا بتبقى لازقه في الحيطه لان هي حاجه كبيره، فشوفوا انا عملت الخطوط ازاي، رسمت مستطيل ازاي، رسمت المستطيل خارج بره اهو الحدود الحيطه، ماليش دعوه بالحيطه ما بتدخلش لجوه، انا هنا همشي شمال بقى عشان انا برسمه على الحيطه على اليمين، يبقى هنمشي هنطلع شمال لقدام. طبعا المكتبه هي الدولاب، كل الحكايه ان هو ده لو ده دولاب هنعمل خط في النص ونعمله كانه في ضلفتين. طيب احنا هنخليها مكتبه دلوقتي عشان نتعلم ان هي المكتبه تتعمل ازاي. حددت على ارتفاع مثلا وعملت قسمت ان انا هعمل هنا ضلفتين تحت تحط فيهم حاجات. الضرفتين دول كنت هرسمهم اصلا من الناحيه التانية دي، كان هيبقى عباره عن مستطيل وبزوله، فاحنا عايزين نزول سطحه برضو عشان يدينا الشكل من فوق لان هي مكتبه مفتوحه، فبنزول كل النقاط عشان هي يعتبر شفافه فانا شايفه كل حاجه فيها. يعني احنا بنزول كل نقاط المستطيل الاولاني تمام اللي احنا رسمناه اول حاجه، فانا بزوله من فوق كمان اهو عشان هيديني طبعا سطح المكتبه هيبان لي، لان خدوا بالكم المكتبه بتبقى فوق مستوى نظري فانا شايفه سطحها وانا واقفه تحت. اعملوا زوم للفيديو في الحته دي عشان تشوفوا التفاصيل بالظبط عشان فيها لخبطه. طبعا احنا عايزين نعمل رفوف، فهنعمل مستطيل رفيع في اول مستطيل رسمناه خالص، ونبتدي نزاول النقاط ناحيه نقطه الزوال. عايزين نقفل، بصوا السطح بالنسبه لي في هنا افقي، يبقى هيرد قدامه افقي بين الخطين الزوال بتوع اللي ورا واللي قدام ده، يعني الخطين اللي انا بحددهم دلوقتي دول. الرف بتاعي خلص، انا بس بحدده عشان يبان. هنبتدي نرسم فوقه رف تاني، بس الرف ده بقى هيكون في مستوى نظري، فاحنا مش هنشوف منه ولا سطحه ولا قاعدته، فاحنا هنشوف بس الجزء بتاع اللي قدامه ده الواجهه. هنرسم خطين عشان يدينا شكل مستطيل كده، ونبتدي نزاول النقاط بتاعته. هنزاول النقطتين دول، احنا مش محتاجين نزاول اي نقاط تانية، بس وكده الرف بتاعنا خلص. نمسح بقى اي حاجه رسمناها في المستطيل الاولاني خالص ده، لان هما كده كده اصلا مش هيبان، المفروض الجنب ده بيبقى مصمت مش مفتوح او حاجه مش باين منه حاجه. ونرسم بقى كتب، نرسم مثلا فازه، يعني دي حاجات عادي، وترسموا لعب، حاجات جماليه. نرسم بقى تلفزيون جوه المكتبه، بيبقى ليه مثلا حامل او متعلق في الحيط. طيب التلفزيون جنبه ايه؟ مستطيل رفيع خالص كده، لان هو مش بيبقى ليه سمك، هو شاشه ال سي دي مثلا، فاحنا هنكبرها شويه بس هطولها شويه كمان لان عشان يبقى فيه نسبه وتناسب. خدوا بالكم من النسبه والتناسب دي واحنا بنرسم. ونبتدي بقى نزاول المستطيل ده برده، طبعا هنشوف سطحه لان التلفزيون هنا تحت مستوى نظري. هو ليه تحت مستوى نظري؟ علشان انا المفروض بقعد وانا بتفرج عليه مش ببقى واقفه، احنا عاملين نقطه الزوال دي كاننا واقفين، ده مستوى نظري وانا واقفه. نرسم له الحامل بتاعه، هو عباره عن عمود كده يعني، ونعمله احنا بايدينا بقى كشكل او حاجه يعني مش اكتر يعني. رسمنا كان في ريموت محطوط برده على المكتبه. هنعمل بقى كنبه جنب السرير، ساعات بيبقى في اوض فيها كنب وفي اوض لا. هنبتدي نعمل الكنبه برده، هنعملها لازقه في الحيطه، وهنبتدي نعمل اهو الارض بتاعتها والارتفاع بتاعها. طبعا هي شكلها شبه جنب السرير عادي، بس طبعا السرير اطول هي بتبقى اصغر، وظهر السرير رفيع هي ظهرها بيبقى تخين. نبتدي نزول النقط اللي ناحيه نقطه الزوال، وناخد بالنا النقط كلها تتزاول، محدش ينسى نقطه لان بتاثر وبتلخبطكم لما تيجوا تقفلوا الشكل طبعا، والنقطه اللي في النص دي اهم حاجه. هنقفل بقى الكنبه
فهننزل ناخد العمود من تحت ونطلع لفوق، اخري خط الحيطة اللي ورا، ما تدخلش جواها. خدوا بالكم لو انا عملت ورا شوية ابعد كمان يبقى انا كده دخلت جوا الحيطة، ده مش منطق، براها عادي مفيش مشكلة، لكن اخري هي تدي من تحت لفوق بين اول خطين عمود، يبقى هنعمل قدامه عمود، تاني خطين افقي وهكذا. تدي بقى نعمل شلت للكنبة. طيب هنبدأ عادي ناخد خط افقي وعمودي كده، نعمل مستطيل مع حدود الكنبة ونبتدي نزوله. طبعا هقفله، بعد ما نقفله هنمسح بقى خطوط الكنبة التانية عشان ما تلخبطناش، بيبقى فيه مسندين على طرفين الكنبة. نطلع عمود وبعد كده ناخد خط افقي علشان نعمل مستطيل اللي احنا بنزوله كل مرة، هنزوله بقى وبعد كده نقفل الشكل عادي جدا، وهنعمل كأنه شكل جمالي بس برضو انه مدور شوية عشان يبان انه مسند طري كده، وهنعمل مسند الناحية التانية كمان يرد قدامه عشان مش هينفع مسند حتة واحدة بس. فبرضو هنطلع نفس العمود، طبعا مفروض كنا بقى مزولين مكملين، انا كملتهم عشان كنتش مكملهم فكملوهم انتم الاول. انا بنقل المستطيل الاولاني اللي انا عملته هناك تاني، فانا بنقله اهو، عملت المستطيل. طبعا اعملوا زوم شوية عشان تعرفوا تشوفوا كويس الخطوط رايحة فين، لان هي الموضوع صعب شوية. فبين خطوط الزوال بتاعة المسند الاولاني انا برسم واكمل خطوطي عادي. هعمل دلوقتي مسند كمان شلتة للظهر. طبعا الشلتة بتاعت الظهر دي مش اخرها المسند، لا اخرها خط الكنبة تحت، لو انتوا بصيتوا شوية هتلاقوا في خط الكنبة لسه تحت اهو، فهو ده اللي انا بنزل لعنده. زاول عادي زي ما عملنا التلفزيون قبل كده، يعني هي مجرد مستطيل عادي، انا هعملها كبيرة، شلتة كبيرة، وبرضو انا هعمل بايدي كأنها شكل كده عشان ما تبقاش مستقيمة، لان هي في الاول وفي الاخر حاجة طرية. هنزود بقى شكل الكنبة، هنعمل تقسيمة كده كأنها شلتتين، هنعمل حاجات بايدينا عشان تبقى جمالية، نعمل شكل الكنبة مدوران شوية ما يبقاش مستقيم، لان المفروض ده قماش ويبقى طري وكده. هنعمل دلوقتي تسريحة قدام الكنبة كده الناحية التانية جنب المكتبة، فاحنا دلوقتي ممكن نخليها مقاس المكتبة بالظبط نفس السم، او نخليها اطلع عنها شوية. انا هخليها نفس مقاس المكتبة عشان نوفر وقت يعني. فانا مديت خط زوال بتاع المكتبة ونهيت طبعا عند الحيطة، حدد ارتفاع التسريحة ونقوم مزولين. طبعا احنا عايزين نعمل سطح للتسريحه، فاحنا كان المكتبه دي كانت مكمله، هتبقى مكمله ازاي؟ هيبقى في مستطيل مفروض في الجنب كده، فانا هكمله لكم دلوقتي عشان بس نعمل ارتفاع التسريحه يبقى مظبوط. فنزاول بقى عشان يطلع لنا سطح التسريحه ونقفل الشكل، فناخد افقي قدامه بس كده ونمسحه تاني عشان ما يبوظلناش الرسمه. طيب في اوبشن سهل ان احنا نخلي التسريحه مقفله وخلاص، او نعملها جنب مقفل وجنب مفتوح، فاحنا هناخد الجنب الصعب دلوقتي عشان نتعلم حاجه جديده. هنيجي عند مسافه كده وننزل عمود، وبعدين نعمل عمود للدولف كمان ونحط نقط ونزولها عشان نعمل الادراج. طيب طبعا احنا كده شايفين الجنب اللي هناك المفروض، فاحنا هنعمله بقى المفروض يبقى فيه مستطيل هناك كانه زي حته خشبه كده، وكنا ماسحين خط الارض فاحنا طبعا هنرجعه لان هو المفروض هيظهر لنا دلوقتي ان هي مفتوحه، فهنرجعه تاني كده. ده بقى شكل التسريحه بتاعتنا. هنعمل بقى عليها مرايه، المرايه بتبقى متعلقه على الحيطه، فهنعمل برده مستطيل سمك رفيع شويه كده، انا كبرتها عشان لو احنا واقفين مثلا قدامها نشوف نفسنا، او لو احنا قاعدين الاثنين ينفع، فبتبقى مثلا فوق مستوى نظري شويه، عشان انا طبعا لو انا واقفه وبصه في المرايه فبيبقى في فوقي لسه مسافه. بقى نعمل السقف، فهنعمله كان في جبسن بورد، فهنزاول كده خطين ونعمل خط افقي عشان نعمل كزاويه كده فوق بيبقى فيها اضاءه زي سبوتات نور، ممكن ننزل بقى نجفه من السقف تبقى نازله لتحت على الحيطه تحت باينه. وهنعمل بقى كان في بلكونه في الحيطه اللي في الوش، فطبعا باب البلكونه هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن مستطيل عادي جدا ما فيهوش اي بقى زوال او اي حاجه. ونعمل كان في ستاير فتبقى في ماسوره للستاره، نعمل الستاره بقى بإذن عادي ما فيش مشكله كده شكل جمالي. طبعا ثنائيات الستاره وكده دي بالتظليل بنطلعها ونعملها شكل برده وخلاص. هنمسح طبعا الخطوط كلها، مش عايزين نبقى سايبينها عشان هيبقى شكلها غريب، فهنمسح الخطوط هنا. ممكن برضو نقسم باب البلكونه كده، نعمل خطين، نعمل شكل يعني كان في ازاز وكده. لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو اعملوا لايك، ولو عايزين اي اسئله اسالوني في الكومنتات وهرد عليكم. دلوقتي بقى قررنا نرسم باف قدام التسريحه اللي بيبقى محطوط ده، فبيبقى عباره عن مربع عادي جدا، فهنعمل المربع بتاعنا وبعد كده بنزوله. يلا نزوله، هنزاول النقاط اللي ناحيه نقطه الزوال نفس الشيء، وهنقفله مثلا على اي مسافه، طبعا مش عايزه اقفله مع الحيطه هو عادي بف صغنون كده، ونعمل بقى شكل جمالي من فوق كده كانه قبه عشان يبان ان دي بتاعه البف اللي بنقعد عليها. قلت الناحيه الثانيه نرسم لكم طابلو مثلا في حاجه فوق الكنبه كده مثلا، عايز على نفس خطوط الشباك نرسم طابلو في اي شكل، في فروع شجر، بيبقى فيه بقى سجاده مثلا في الاوضه كده، ساعات بيبقى فيه سجاده بقى ورا، ما بيبقاش طبعا تحت السرير سجاده، بتبقى مثلا قدام السرير، وطبعا ممكن يبقى فيه سجاده ورا عند الكنبه وبين البف والكنبه كده يعني. فاحنا هنعمل السجاده، السجاده عباره عن ايه؟ خطوط متزاوله كده في المسافه اللي احنا عايزينها، وناخد خط افقي وخط افقي عشان نقفلها مش اكتر بس كده. السجاده بتاعتنا خلصت، رسمت عليها اشكال عشان تبان انها سجاده كده والشراشيب بتاعتها. الموضوع بتاعي خلص. طبعا انا دمجلكوا كل الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها، ده يعني الاوضه طبعا هنرسم دولاب اهم حاجه،
بس احنا يعني قدمت لكم كل حاجه ممكن تبقى موجوده عشان نبقى عارفين لو جالنا غرفه معيشه برضو نعمل ايه. طبعا بيبقى فيه في غرفه المعيشه سفره وكراسي، فاحنا هنعملها دلوقتي. هنعمل الترابيزه بتاعتنا برضو عباره عن مربع او مستطيل ونزاوله. هنزاول ايه اللي ناحيه نقطه الزوال؟ هنلاقي ان احنا اللي فوق دول هيبانوا، زاول كمان النقطه اللي تحت. احنا هنحط المسطره على النقطه، لقيناها ظاهره معانا وخط زوال باين يبقى نزاولها، ما لقيناهاش ظاهره يبقى ما نزاولهاش. بس هنقفلها بقى افقي برضو عمودي نفس الشيء. عايزين بقى نعمل التفريغه اللي بتبقى في الترابيزه انها يبقى ليها رجول، فهنعمل ايه؟ نبتدي نرسم في الوجه المربع بتاعنا. مثلا هنعمل ان السمك بتاع الرجل بتاعي كده، هناخد افقي وعمودي. خد بالكم هنا ما رسمتش غير افقي وعمودي. هنزاول امتى لسه ما قررناش، هنمشي بس نمد الافقي ده شويه عشان نقدر نزاوله عشان يظهر لنا الحته دي في الجنب التاني. خد خط عمودي عشان يظهر لنا الوجه التاني من الرجل اللي في النص دي. الرجلين التانيين لازم يبقوا وجهين برضو زيها، فهنروح نبص على الرجل اللي هي قدامنا على طول دي، ايه اللي لسه فاضل فيها؟ الحته اللي متزاوله لسه مش موجوده، يبقى احنا هنزاولها. التانيه نفس الكلام، هنشوف ايه اللي فاضل فيها. اللي فاضل فيها اللي هي بتبقى افقيه المفروض، فاحنا هناخد خط افقي ونبتدي ننزل العمود بتاعنا عشان نعمل لها السمك بتاعها. طبعا شكل الترابيزه بيختلف كل ما قربنا او بعدنا عن نقطه الزوال او رحنا يمين او شمال. نبتدي نرسم الكرسي بتاعنا. شكل الكرسي بيبقى عباره عن ايه؟ شبه السرير كده او الكنبه نفس الشيء، بس احنا بنعمل برضو المقاسات مختلفه، بس طبعا المقاسات بمزاجنا، لازم نخلي فيه نسبه وتناسب. وهنعمل طبعا الرجول بتاعت الكرسي. رغط الكرسي الرجول كده ازاي؟ على حسب الظهر، سمك الظهر هفرغ الرجول. وطبعا هنزاول، طبعا ناخد بالنا هنزاول انهي نقاط. وانا هعمل مثلا سمك القاعده كده، فهنطلع لفوق. هنا ما ظهرليش غير رجلين بس، في ممكن في زاويه ثانيه يظهر لنا ثلاث رجول. طبعا هنبتدي نزاول حتى الرجل اللي تحت دي هتتزاول عشان هتبان لي. انا قلت لكم نحط المسطره ونشوف لو حاجه هتبان نزاولها. لو الارضيه فيها بلاط هنعمل ايه؟ هناخد خطوط زوال من نقطه الزوال كده في الارضيه، نفضل ناخد خطوط زوال على مسافات كويسه يعني عشان نعمل مربعات. لو انتوا عايزين تعملوها باركيه اللي هو المستطيلات الصغيره دي، تاخدوا بالكم برده تقوموا عاملينها مستطيلات صغيره. انا عملتها مربعات وخلاص كسيراميك، ودي بتبقى اخر حاجه يعني بنعملها اخر حاجه خالص عشان نكون مثلا عارفين ايه الحاجات اللي هتبان والفراغات بتاعتنا بدل ما نقعد نمسح كل شويه. بس طب عايزين نعمل بقى شكل السيراميك، هناخد خطوط افقيه، خطوط افقيه ونظبطها. ناخد بالنا خطوطنا تبقى معدوله. انا ممكن تبقى الخطوط بالنسبه لكم باينه معوجه وهي ما بتبقاش معوجه. يعني حاجه بقى في الشكل الجمالي بتاعنا ان احنا بنظلل حاجات معينه، مش بنظلل في الرسمه كلها لان اصلا ما فيش وقت. بنظلل خفيف خالص، ما نحاولش ان احنا نتقل عشان ده غلط. حدد التظليل بتاعنا ازاي؟ احنا هنشوف الاضاءه جايه لنا منين. الاضاءه عندنا جايه لنا من الانوار اللي هي في النجفه فوق وكده، فهحدد. وطبعا من البلكونه بيبقى فيها ازاز فبيبقى فيه نور كده، فاحنا الحاجات اللي كلها اللي مقابله لينا دي هي اللي هتظلل غامق شويه. هعلمكم التظليل والكلام ده في الفيديو الجاي ان شاء الله، بس انا بس بوريكم اماكن التظليل هتبقى فين. لكن هعلمكم تظليل كويس ونطلع تونات خفيفه ازاي الفيديو الجاي ان شاء الله. كده خلصنا المنظور من نقطه واحده. هشرح لكم الافكار اللي ممكن تيجي بتاعه الامتحانات في فيديو لوحده عشان نبقى مدركين كده ونجمع افكار كتير سوا، فتبقى خلاص خلصتوا كل حاجه يعتبر. بس ده بعد الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى تصميم ابتكاري وشرح ازاي نلون، وهتستمتعوا جدا بالموضوع. اي حد متلخبط في حاجه يقول لي في الكومنتات عشان اشرحها في الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل حاجه.